حضرتهم بالقوة طبقا لما يخدم مادة 324 وحضروا واستمرت النيابة العامة في إتمام الرد على جميع الدفوع والطلبات وتأخر ما في يوم الجمعة لإتمام مرافعة النيابة العامة. أمور عادية. يعني أي كل إتمام مرافعة النيابة العامة يوم الجمعة. إذا نصكم المداخلة ديالكم مباشرة. من بعد إذا تمت النيابة العامة إحنا. أول ما بغادي تكون المداخلة ديال الطلبة. ربما إذا كملت النيابة العامة. ربما باقي لها. ولكن ما كانش الجمعة غتكون اثنين هنايا. تكون ثلاثة هنايا. بالنسبة للجمعة في الصباح أن المحاكمة تكون الجلسة ديال 14 تكون مع التاسعة صباحا العاشرة كاع في الجمعة كتكون مع الظهر ثم يكملوا بعد الظهر. علاش؟ شمعنا محامين يعني تمنعوا؟ المحامين طلبوا من المحكمة باش تأخروا من غير الجمعة. نعم. لأن كاين شي معتقلين شي متهمين اللي في حد صالح كيسكنوا في الحسيمة. قالوا كيكلفوا التنقل وكاين التزامات. وكيف المقابل كاين نص في القانون الجديد كيقول هذه الجرائم عند الدولة هذا الملفات تثبت فيها على وجه السرعة. ان خصك تبدل الحاجه اصلا راه تعطلنا عدد من الجلسات في الدفوع الشكليه وباقي الدفوع الموضوعيه وباقي النقاش يعني باقي واحد المده من الزمن ما يمكنش الملف يطول لان ربما كاين الناس اللي غيستافدوا شي حاجه على الاقل. واش التسريع غيكون بصالح يعني صالح الملف؟ الاسراف ماشي التسريع هذا بت عادي ما يمكنش تبت واحد شكون متاخر بزاف لان الملف كبير وكيطلب مده من الزمن ولا بقينا غادي اسبوع باسبوع باسبوع ربما ما يكملش. يعني غادي يبدا تطبع مده من الزمن على الاقل يومين في الاسبوع ربما نستمر. شكرا شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.